قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الجهمية قد كفرهم 500 عالم، فهل يقال إنه قد أجمع العلماء على تكفيرهم؟ نعم، الذين هم غير مقلدين متعمدون لا شك في كفرهم، أما المقلدون منهم فإنهم يعذرون بالجهل، مقلدون يعذرون بالجهل ويكون من أهل الضلال، ولا يحكم بكفر المقلد أو المتأول. أما الجهمية الذين يتزعمون هذا المذهب الخبيث فهم كفار بلا شك، أئمتهم كفار، أما أتباعهم ومقلدوهم فلا يحكم بكفرهم. نعم.